ترجل هذا القائد الشهيد فألهمت روحه أبطال الجيش عزيمة تحققت بها انتصارات الساعة الأخيرة في جبهة المخا. كان اللواء أحمد سيف اليافعي حاضرا على الدوام في قلب معارك التحرير التي اندلعت في هذه المنطقة الاستراتيجية الممتدة من باب المندب إلى المخا، لكنه على ما يبدو قد ترك إرثا من العزيمة والإصرار والتخطيط والتضحية. فبعد ساعات من استشهاده سيطر الجيش على منطقة يختل، إحدى أهم نقاط تمركز الإنقلابيين على الخط الرئيسي الواصل بين المخا والحديدة. ففي هذه المنطقة التي تهيمن عليها زراعة النخيل جمع الإنقلابيون عتادهم وأسلحتهم وواصلوا الحرب ضد المناطق المحررة، وبفقدانهم هذه المنطقة يقل تأثيرهم العسكري إلى حد كبير، بما في ذلك قدرتهم على توجيه ضربات مؤثرة بالصواريخ على أهداف في المخا ومينائها. انتصارات الجيش كانت حاسمة خصوصا بعد أن تمكن من السيطرة على جبل النار، حيث يتواجد موقع عسكري هام إلى الشرق من مدينة المخا. وتقدم كهذا سيساهم من وجهة النظر العسكرية في توسيع نطاق سيطرة الجيش في هذه الجبهة الاستراتيجية الهامة الواقعة إلى الجنوب من البحر الأحمر. لم يتبقى سوى القليل على وصول الجيش إلى معسكر خالد بن الوليد، أكبر المعسكرات المدرعة التي تفرض سيطرة عسكرية على معظم محافظة تعز. ويتبقى كذلك هدف السيطرة على المفرق الرئيس بين الطرق المؤدية إلى كل من المخا وتعز والحديدة. يمضي الجيش دون توقف باتجاه تحقيق الأهداف العسكرية المرسومة، أهدافا تدخل في صميم مهمة استعادة الدولة ودحر الإنقلابيين.